أحييكم متابعين جاسم قطيش رحل في أوروبا، يسعد أوقاتكم جميعا أينما كنتم من هذا العالم الواسع الفسيح. أحييكم من مدينة أنسي الفرنسية المحاذية للحدود السويسرية. أحييكم، يسعد أوقاتكم جميعا أينما كنتم. هاي أمامي مباشرة البحيرة، هاي سلسلة جبال الألب في مدينة أنسي. أحييكم متابعين قناة جاسم قطيش رحال في أوروبا. أحييكم من مدينة أنسي المدينة الفرنسية الرائعة. هاي قصر الملكي قديما، قصر للحاكم في العصور الوسطى. طبعا هي بتشبه كتير مدينة البندقية في بعض القنوات المائية وبعض الأبنية المتشابهة لمدينة فينيسيا البندقية، في شبه قوي على الطراز المعماري.
بونجور. أحييكم متابعين قناة جاسم قطيش رحل في أوروبا، يسعد أوقاتكم جميعا. أنا بجانب محطة مدينة مدينة أنسي. بدنا نودح المدينة اليوم، مدينة أنسي. بدنا نتوجه إلى باريس من ثم إلى ألمانيا في رحلة طويلة. اليوم خلصنا الرحلة باريس أنسي جنيف، بعدين أنسي، هلا بدنا نغادر بالحافلة تبع الفليكسبوس. هاي الحافلة، هاي مركز الحافلة. طبعا هاي محطة القطارات بوسط المدينة وبهالاتجاه مدخل المدينة القديمة، وبهالاتجاه البحيرة مباشرة أمامي البحيرة، وبيقدر تقدر الشخص يروح من هون، من كمان من البحيرة. أول ما بيطلع من الكراج، أول ما بيطلع من محطة القطار بيروح بهالاتجاه البلدة القديمة والبحيرة. طبعا ختمنا زيارتنا مدينة أنسي، بس بدنا نفوت لجوا شوي على المحطة نصورها، نعطي لمحة عنا للمتابعين. هاي محطة أنسي. هاي سوبر ماركت هون. طبعا القطارات بهالاتجاه مباشرة، السكة هون، القطع هون، مكتب القطع التذاكر كمان، شحن الموبايلات اللي معه لابتوب ايفون لابتوب، وفي تواليتات جوا بالصدر مباشرة، في حمامات
تواليتات مجانية طبعا، هون مجانية التواليتات بالمحطة القطارات.